السلام عليكم. أرقام صادمة تكشفها إحصائيات دولية وعربية عن واقع القراءة في بين العرب مقارنة بشعوب أخرى، سواء كانت غربية أم شرقية. إذ تكشف إحدى الدراسات عن أن معدل قراءة الإنسان العربي سنوياً لا يتجاوز ربع صفحة، بينما يرتفع هذا الرقم عند الأمريكي إلى 11 كتاباً في السنة. السؤال المطروح: لماذا لا يقرأ العربي؟ وأي أثر لهذه الغربة عن الكتب على الوعي الجمعي للعرب؟ وما الدور الذي تؤديه عادة القراءة في النهوض الحضاري للأمم؟ في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف عند هذه المشكلة بحثاً وتحليلاً في أسباب عزوف العرب عن القراءة والآثار المترتبة على ذلك. أهلاً بكم. أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه، قالها أبو الطيب المتنبي يوم أن كان للكتب وقرائها مكانتهم المرموقة في المجتمع. فالقراءة تعد من أهم الوسائل التعليمية للإنسان، ويسعى من خلالها إلى تطوير ذاته وفتح أفاق جديدة من المعرفة والعلم، فهي غذاء الروح. وتختلف أهمية القراءة من شخص إلى آخر، فمنهم من يعتبر القراءة وسيلة جيدة ومفيدة للاستمتاع والتسلية بوقت الفراغ، ومنهم من يعتبرها منهجاً للحياة. ولكن القراءة تتعدى حدود المتعة والمعرفة لما لها من فوائد كثيرة تعود على قدرات الإنسان الذهنية وعلى صحته العقلية. لقد غرس حب القراءة في قلوب العرب والمسلمين غرساً عميقاً، فأحبوها حباً عظيماً، حتى كان الكتاب أحب إلى أحدهم من طعامه وشرابه، وحرصوا على اصطحاب الكتب واقتنائها وحملوها معهم في أسفارهم. والقراءة أعم من المطالعة، لأنها عملية معرفية تقوم على تفكيك رموز تسمى حروفاً لتكوين معنى والوصول إلى مرحلة الفهم والإدراك، فيما لا يشترط في المطالعة أن تأتي على الكتاب حرفاً حرفاً. وليس مفاجئاً القول بأن القراءة باتت مهجورة، لاسيما في أوساط الشباب الذين شغلتهم تكنولوجيا العصر وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي. السياسات الرسمية في أغلب الدول العربية لا تشجع على التصالح مع الكتاب، ما يدفع باتجاه الاستسلام والخضوع الأعمى والإذعان للثقافة السائدة، كذلك انعدام الحماسة وسرعة الملل وقلة المثابرة والاكتفاء بقراءة المجلات والنشرات والصحف، كل ذلك وغيره يندرج ضمن أسباب العزوف عن القراءة. ولا شك أن من أسباب تراجع الأمم وانهيارها انحسار القراءة فيها، كما هو الحال في المجتمعات العربية التي تعيش أزمة في القراءة منذ فترة ليست بالقصيرة، وهي انعكاس لأزمة الثقافة برمتها، حيث تظهر معطيات نشرتها الأمم المتحدة حول عادات القراءة أن معدل ما يقرأه الفرد في أرجاء العالم العربي سنوياً هو ربع صفحة فقط، بينما تعد كوريا الجنوبية وفنلندا وكندا من الدول الأكثر تقدماً في عالمنا اليوم، والتي هي من أكثر الشعوب قراءة على وجه المعمورة. وتبقى القراءة أهم وسيلة لاتصال الإنسان بعقول الآخرين وأفكارهم، بالإضافة إلى أثرها البالغ في تكوين الشخصية الإنسانية بأبعادها المختلفة. ومفتاح الاستكشاف وأداة النضج، فالقراءة وحدها هي التي تعطي الإنسان أكثر من حياة واحدة. إذن هناك غربة للكتاب في العالم العربي، وهناك عزوف متواصل عن القراءة. لكن قبل الخوض في الأسباب نتابع سويا هذا التقرير الذي يرصد بالأرقام بعض مظاهر ما يمكن أن يوصف بالطلاق بين المواطن العربي والكتب.
للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ محمد خير موسى الكاتب والباحث. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد. حياكم الله، مرحبا بكم. يصنف العربي في ذيل قائمة الشعوب التي تقرأ، لماذا لا يقرأ العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، الاستضافة الطيبة في هذا الموضوع الذي يعد من أهم الموضوعات، وهو موضوع محوري ومركزي في حياة الشعوب والأمم. وفي الحقيقة المعلومات التي تتحدث عن القراءة عند العرب هي معلومات صادمة، وذلك لأنها تقارن حالة القراءة عند العرب بغيرهم من الشعوب الأخرى، لا سيما الشعوب الغربية، وهذا أعتقد أن فيه شيئا من الإجحاف بحق العرب. أنا أعتقد أنه هناك تردي في حالة القراءة عند العرب، ولكن أيضا لابد أن نقول بأن حال القراءة عند العرب في تطور، وإن كان تطورا غير مرض، إلا أنه تطور يسير بخطى أفضل مما كانت عليه. يعني حال القراءة اليوم عند العرب أفضل بكثير من قبل 20 سنة، وأفضل بكثير من قبل 50 سنة، وأفضل بكثير من قبل 100 سنة تقريبا. لكن أريد أن أتوقف معك عند هذه النقطة. يعني أنت تصفه بأنه أفضل، علما أن الحكومات العربية في الستينيات القرن الماضي قامت، وأنت تعرف هذا، قامت بحملة كبيرة وواسعة لمحو الأمية في الدول العربية. هل هذا التطور الذي وصفته يتناسب مع هذه الحملة؟ طبعا الأمية وانتشارها هي أحد أهم أسباب عدم انتشار القراءة عند العرب. وأنا هنا أريد أن أقول فكرة مهمة، أن القراءة في أصلها القديم عند عموم الشعوب هي فعل نخبوي، هي ليست فعلا عاما، ليست فعلا جماهيريا في أصلها. يعني ومعنى أنها نخبوي أي أنها تختص بشريحة معينة من المجتمع، عادة ما تكون كذلك. الآن بعد الثورة الصناعية وبعد ما جرى من تحول في العالم، ثورة تقنية بشكل كبير جدا، يمكننا القول بأن هذه الثورة حولت القراءة من فعل نخبوي إلى فعل جماهيري عام. الآن القراءة عند العرب بقيت على حالتها، أنها ليست فعلا عاما. هناك حالة أو شريحة من المجتمع العربي تقرأ بنسبة عالية جدا، ولكن لما تقسم ساعات القراءة على شرائح أخرى لا علاقة لها بالقراءة، وتعاني من الأمية والجهل والفقر، وتعاني من الواقع السياسي المتردي، عندئذ سنرى بأنه هذه الربع ساعة تأتي للمواطن العربي لأنها قسمت على الجميع. بينما نجحت الشعوب أو بعض الشعوب الأخرى نجحت بشكل جيد في أن تحول القراءة من فعل نخبوي إلى فعل جماهيري، واستطاعت أن تضع أو أن تعطي للكتاب قيمة وللقراءة قيمة رغم انتشار التقنية ورغم منافسة التقنية أكثر مما نجح العرب في ذلك. لماذا؟ يعني إذا أردنا أن نوزع الأسباب أو نتحدث عن الأسباب، هل المسؤول عن هذه الحال التي وصل إليها العرب في علاقتهم الفاترة بالكتاب هو النظام الاقتصادي أم النظام التعليمي أم الأسرة؟ ما زلت معتقدا أن الاستبداد السياسي رأس الشرور. رأس الشرور كلها هو الاستبداد السياسي. الاستبداد السياسي يضرب أصل المجتمع، يؤدي بالأمة إلى حالة التخلف والترهل والتراجع، وينشر الفساد، يوطد الفساد، لأن الاستبداد السياسي أصلا لا يقوم إلا على الإفساد. الله عز وجل عندما تحدث عن فرعون قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فالقضية أن هناك حالة إفساد، الطغيان السياسي والاستبداد السياسي لا يقوم إلا بالإفساد، والإفساد لابد أن يكون إفسادا ممنهجا وإفسادا شاملا. فبيكون في عندنا إفساد سياسي وإفساد اقتصادي وإفساد اجتماعي وإفساد ثقافي وإفساد علمي. هذا يؤدي إلى أنه المجتمع عندما يضرب الفساد جذوره شيء طبيعي جدا أن تنتفي علاقته مع مصادر المعرفة كلها، يغرق في الجهل ويغرق في الفقر ويغرق في القمع. المجتمع الغارق في الفقر وفي القمع وفي الجهل لا يمكن أن يفكر بالكتاب، يصبح تفكيره الأهم كيف يتنفس شيئا من الحرية، يصبح تفكيره الأهم كيف يحصل خبز أولاده،
بصير مهمة المواطن العربي همه في الليل. الآن إذا خيرت أي واحد من المواطنين من الناس العاديين قل له تعال اشتري كتاب لعلي عزت بوغوفيتش ولا لعبد الوهاب مسيري ولا جيب ربطة خبز، لا بقول لك ربطة الخبز أولى وأهم. هذا المنطق الذي يرسخه الاستبداد اليوم. لكن قد يقول لك قائل أستاذ محمد يعني هذا ليس على إطلاقه، مثلا وأعطيك أمثلة، مثلا الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشفية نشأ نظام حكومة استبدادي ومع ذلك لم تتوقف المعرفة، حصل هناك إنتاج معرفي كبير في كل المستويات والأصعدة، وهذا ينسحب بدرجة أقل أيضا على يوغوسلافيا يعني في الحقبة الاشتراكية. يعني لماذا العرب بالذات دائما صحيح، ولكن حتى في هذه المجتمعات انظر ستجد بأن الثقافة كانت حالة نخبوية لم تكن حالة عامة، وكانت مختصة بشريحة وبطبقة معينة، ولم تنجح الأنظمة الشيوعية في ترسيخ الثقافة، بل على العكس تماما الشعوب في الأنظمة المقهورة في الأنظمة الشيوعية لم تكن شعوبا يعني مهتمة بالقراءة. شوف الشعوب المقموعة بيكون خبزها السياسة، تتعاطى السياسة بشكل يومي، لذلك قالوا السياسة خبز الفقراء. هو اليوم بتكلم في الشأن العام، وين ما بتجلس في الوطن العربي الكل بيحكي في السياسة، الكل بيحكي في قضايا الشعوب، التطورات، الأخبار، ولكن هذا لا يعني كثرة القراءة. القراءة حالة معرفية مختلفة تبنى بطرق منهجية مختلفة، لذلك بنشوف بأن الشعوب الأخرى الأكثر رفاهية هي شعوب أكثر قراءة وأقل تعاطي في الشأن العام بالضرورة، أو تعاطفي أو إغراق في الحديث في السياسة اليومية، لا هي تغرق في الحالة الفكرية أكثر، تغرق في التنظير الفكري أكثر، هي تذهب باتجاه التنظير الفكري أكثر. نحن نقول بأنه الفقر هذه أثافي الخراب الأساسية التي يرسخها الاستبداد والطغيان، هي الفقر والقمع والجهل. هذه الأثافي إذا وجدت في مجتمع لن يكون الكتاب له دور أساسي. هنا يأتي دور المصلح، المصلحين. قبل المصلح أستاذ محمد أرجو المعذرة، يعني ما تفضلت بذكره عن موضوع الاستبداد وما يؤسس له من فقر وقمع إلى آخره، لكن شهدنا نحن مثلا في أواخر القرن المنصرم القرن العشرين هجمة تكنولوجية كبيرة على الدول العربية بوجود هذه الأنظمة الموصوفة بالاستبداد، انكب الناس على التكنولوجيا وحووا الحواسيب والبرامج ونهضت يعني شركات وأشخاص وصارت حالة. الآن هناك حالة في مع وسائل التواصل المجتمعي ومع الكمبيوتر والحواسيب الآخرية حالة جماهيرية. لماذا لم ينسحب هذا على الكتاب؟ أنا أقول لك هذا كلامك هذا يؤكد ما أقوله، لأنه هذا إنه الأنظمة الاستبدادية رسخت فكرة المجتمع الاستهلاكي، إنه في صار في عندك مجتمع همه الاستهلاك، عنده حمى استهلاك، فصار يدور حول الشيء. هون بنيجي لكلام مهم جدا قاله مالك بن نبي المفكر الجزائري معروف، مالك بن نبي صاحب أصلا الباحث في 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 الأفكار المفكر الإحيائي، بقول إنه العوالم ثلاثة عوالم، عندنا عالم الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الأشياء. الأمم القوية هي التي يدور فيها الأشخاص والأشياء حول الأفكار، الأمم المريضة هي التي تدور فيها الأفكار والأشياء حول الأشخاص، الأمم المتهالكة هي التي يدور فيها الأفكار والأشخاص حول الأشياء، اللي هو المجتمع الاستهلاكي. فإحنا بنشوف بأنه الهجمة على التكنولوجيا في هذه المجتمعات الأنظمة الاستبدادية رسخت فيها البعد الاستهلاكي، فلذلك بتشوف هم كثير من الناس هو أنه يحصل آخر موضة في 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 الهاتف الذكي، آخر موضة في اللابتوب، ليس همه كيف يتعامل مع هذا الجهاز، ماذا يحصل به من معرفة، بقدر ما يكون الهم هو إرضاء حالة الاستهلاك وحمى الاستهلاك في النفس. وهذا بأكد فكرة بأنه إحنا بحاجة إلى أن نخرج من دائرة الدوران حول الأشياء والدوران حول الأشخاص، وهذه كلها حالات يرسخها غياب الأفكار
والاستبداد هو الذي يرسخ هذا. لذلك مالك بن نبي نفسه يقول إذا غابت الفكرة بزغ الصنم. دائما عندما تغيب الفكرة تبزغ الأصنام التي يدور حولها الناس، سواء كانت أصنام الأشخاص أو أصنام الأشياء. فنحن بحاجة إلى الانعتاق من هذه الصنميات والعودة إلى الدوران حول الأفكار، ولا يكون هذا إلا بالعودة إلى القراءة بطريقة منهجية تتحول فيها القراءة من هواية إلى ممارسة يومية ومهمة يومية. على سيرة الهواية وعلى سيرة يعني كيف يمكن الخروج من هذه الحالة، ربما نؤخره إلى مرحلة متأخرة من الحلقة، لكن ثمة من غمز من قناة البنيوية العقلية، يعني ثمة من قال من المثقفين العرب أن هذه موضوع القراءة مرتبط ببنية العقل العربي، بمعنى أن العربي ذكي بطبعه لكنه عنده كسل ذهني، هو طبعه سماعي أكثر منه قرائي. إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية؟ أنا بغض النظر عن هذا، أنا أعتقد أن القراءة ليست متعلقة ب يعني الحالة البصرية فقط. حتى لو قلنا بأن العربي سماعي، ما هو اليوم إحنا في عندنا حالة من السماع، من القراءة السماعية، وهذا يعطينا صورة مهمة جدا. عندما نتحدث عن القراءة فنحن نتحدث عن القراءة بأصنافها كلها. الآن قد يكون حالة من التراجع في شراء الكتاب، ولكن في عندنا نشاط في سماع الكتاب. اليوم الكتب المسموعة تنشط في البيئة العربية بشكل واسع جدا، وسماع الكتاب، إنه أنا أجلس وأسمع كتابا، لا يختلف عما لو كنت أقرأ هذا الكتاب. ربما يختلف لأنه القراءة تنتج منهجا تحليليا. تمام، هو أيضا السماع. القضية في منهجية التعامل مع الكتاب، سواء كانت قراءة أو سماعا، أنه كيف أتعامل أنا مع هذا الذي أقرأه، سواء أقرأه بعيني أو أقرأه بأذني. هل أسمعه سماعا تحليليا وأقرأه قراءة تحليلية، أم أنني أقرأه وأسمعه سماعا وقراءة استكشافية فحسب؟ فإذا كانت قراءة تحليلية وسماع تحليلي هو قراءة في النهاية. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا لست مع جلد الذات بشكل كبير جدا، إنه العرب من صفاتهم كذا والعرب من صفاتهم كذا والعرب من صفاتهم كذا. نعتقد أن الذي أنزل القرآن الكريم على العرب وسماه القرآن وهو مصدر القراءة، قرأ قراءة وقرأ قرآنا، فهو أنزل هذا الكتاب على العرب وهو يعلم حالهم وبلغتهم، وكانت أول آية اقرأ في القرآن الكريم يعني بلغة العرب. فهؤلاء العرب هم أهل قراءة أصلا، وهم بيئة قادرة على التعامل مع الكتاب بشكل كبير جدا. والدليل على ذلك أن هؤلاء العرب في فترة من الفترات كانت مكتباتهم في بغداد ومكتباتهم في دمشق مكتبات زاخرة ومكتبات زاهرة، وكانت الأعطيات للكتب أعطيات بالذهب، يوزن الذهب الكتاب ذهبا. وفي الوقت الذي كان فيه الغرب الذي يعني يعيش حالة الاستبداد السياسي غارق في ظلمة الجهل، فهنا المعضلة، أنه لما دخل العرب في حالة استبداد سياسي قهري قمعي غير مسبوقة، ودخل الغرب في فضاء جديد من فضاءات الحرية، انقلبت الآية، فأصبحت نسبة القراءة هناك أعلى من نسبة القراءة هنا بشكل كبير جدا. فالقضية لها علاقة في الظروف المحيطة وليست لها علاقة ببنية العقل، سواء بنية العقل العربي أو بنية العقل الغربي. تحدثت قبل قليل عن موضوع الهواية وأن يحتاج الأمر لأن تكون ما بعد الهواية. هنا أريد أن أسألك، هل القراءة هي هواية ويجب أن تكون كذلك، أم أنها مسألة أعمق وأبعد من ذلك؟ أخطر ما تعرضت له القراءة من تشويه هو أننا جعلناها هواية. يعني بتسأل أي طفل اليوم، تسأل أي واحد ما هوايتك، فورا بيقول لك القراءة والمطالعة. هل سمعت أحدا يقول أن هوايته الأكل والشرب؟ القراءة ليست هواية، القراءة حاجة مثلها مثل الطعام والشراب. نحن عندما نرسخ هذه الفكرة، لماذا أقول بأنه هذا أخطر ما اعترى؟ لأنه أنا لما أرسخ في المنظومة الفكرية عند الجيل بأن القراءة هواية، يعني بمعنى أنك إن أحببت أن تقرأ تقرأ، وإن أحببت أن لا تقرأ فلك ذلك، وإن أحببت أن تترك القراءة، بعضهم له هواية القراءة، وبعضهم له هواية الرسم، بعضهم له هواية الرياضة،
يا عمي هذه ليست هواية، القراءة ليست هواية، القراءة حاجة بشرية يجب أن تكون مهمة إنسانية، يجب أن تكون اعتيادا، يجب أن تكون مثلها مثل الطعام والشراب. هذه القضية هي قضية تربية فكرية للجيل بشكل عام. أنا عندما أريد أن أسأل الآن، كم ساعة تعطى في المدارس، في مدارسنا اليوم، في ساعات للمكتبات؟ اليوم بتشوف المدارس العربية في بيعمل لك حصة مكتبة في الأسبوع، حصة مكتبة في الأسبوع الطلاب بيعتبروها حصة فراغ، اللي هي حصة لا قيمة لها، خلاص يعني يرتاحون فيها. والأصل أن يكون هناك عدد أكبر من هذا بكثير، هي حصص للمكتبة يستشعر فيها الطالب، يستشعر فيها الطفل بأن مهمته في حصة المكتبة هذه أن يقوم بالقراءة كما يقوم بالأكل والشرب في حصة الطعام والشراب تماما. هنا أنا أرسخ مبدأ أن القراءة حاجة إنسانية، فتصبح القراءة جزءا من تكوين الإنسان. يشعر عندما يترك الطعام والشراب يشعر بالجوع والعطش، يشعر بالتعب، يشعر بالإرهاق، كذلك يصيبه عندما يترك القراءة، فإنه سيشعر بالضيق وسيشعر بالتعب. يعني أنت ذكرت مصطلحا مهما وقلت إن القراءة ليست هواية وإنما حاجة. ما دامت حاجة وما دام العرب لا يلبون هذه الحاجة فثمة بالضرورة نقص نريد أن نتحدث عنه بعد الفاصل. حان موعد فاصل قصير، لنا عودة بعد قليل بحول الله. أسعدكم الله، هذه عودة لاستئناف الحديث في موضوع القراءة وواقعها بين العرب. أستاذ محمد، يحصل هذا الواقع المتردي في العلاقة مع الكتاب في صفوف العرب في وقت تمثل القراءة يعني حاجة دينية، مطلبا دينيا، يعني عندما يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقراءة، أول آيات نزولا هي اقرأ. هل ثم هذا يعني ينسحب على أتباعه من بعده، هل في هذا دلالة شرعية معينة؟ عندما تكون أول آية تنزل، ليست أول آية، أول كلمة تنزل في كتاب الله تبارك وتعالى أمرا إلهيا اقرأ، والأمر عندنا للوجوب، فاقرأ أي أن مفتاح كل هداية هو القراءة، كل أنواع الهداية، الهداية إلى الإيمان، والهداية إلى المعرفة، والهداية إلى الرفعة، والهداية إلى التقدم، والهداية إلى الحضارة، مفتاحها كلمة واحدة هي اقرأ. فالقراءة هي مفتاح الهداية، أول خطوة، والقراءة أمر من الله تبارك وتعالى. لذلك نحن نرى بأن المسلمون عندما تمسكوا بكتاب ربهم تبارك وتعالى وعاشوه معنى حقيقيا، رأينا بأنهم لم يحل بينهم وبين القراءة شيء، فنجد بأنه نسبة المؤلفات والمترجمات في زمن من الأزمنة أكبر بكثير كنسبة، يعني مقارنة بتقدم العصر اليوم، في ذلك الوقت كانت أكبر وأوسع. اليوم صحيح في عندنا سهولة في الوصول إلى المعلومة، عندنا حالة تضخم في الكتاب، ولكن ليس عندنا مخرجات قيمة بالقدر الكافي الذي كان في ذلك الزمن. وأنا أرجع فأقول بأنه عندما يكون اسم القرآن الكريم، اسم كتاب ربنا تبارك وتعالى القرآن، والقرآن هو مصدر لكلمة قراءة، قرأ قراءة وقرأ قرآنا، وإقرأ الأول كلمة في كتاب الله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك نعلم بأن القراءة، هذا يؤكد ما قلناه بأن القراءة حاجة،
وهي تكليف من الله تبارك وتعالى. ومعنى التكليف أي أنه لا يكون فقط وفق الرغبات ووفق الأهواء. التكليف دائما يأتي على خلاف هوى النفس. يعني الله عز وجل كلف الناس بالصلاة، الإنسان يميل هوى نفسه أنه يعني ينام الفجر، فجاء التكليف بأن يقوم ويصلي وهذا على خلاف هوى نفسه. كلفهم بالصيام، بالامتناع عن الطعام والشراب، هوى النفس هو أن يأكل ويشرب، فجاء التكليف على خلاف هوى النفس. الزكاة أن يملك ماله وأن يستحوذ عليه، فجاء الأمر بالإعطاء. طب والقراءة هنا؟ والقراءة هذا بدل على أن المطلوب ليس أن تكون القراءة هواية، أنه لما يجي على بالك، عندما تكون مرتاحا، عندما تكون راغبا، عليك أن تكون قارئا حتى لو كان فعل القراءة على غير هوى نفسك. ما المقصود بالقراءة هنا بما أنها مرتبطة بالدين وبالثقافة وبالعقيدة؟ الله تبارك وتعالى بين في كتابه الكريم صفة المؤمنين، فقال الذين يستمعون القول. يستمعون القول تدل أيضا يعني بمعنى يتلقون الأقوال كلها، سواء استمعوها قراءة ولا استمعوها سماعا وتلقيا. الذين يستمعون القول، القول في كلمة القول هنا هذه الاستغراقية، معنى ذلك أنهم يستمعون كل قول حقا كان أو باطلا، صائبا أو خطأ، غثا أو سمينا، جيدا أو رديئا. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يكون عندهم قدرة التمحيص ومهارة النقد والتحليل، فهم يتلقوا يفتحون آذانهم ويفتحون عيونهم لكل شيء، لا يغلقون أبوابهم في وجه شيء، لأن عندهم عقولا قادرة على التمحيص وعلى التحليل وعلى اختيار الجيد من الرديء فيتبعون أحسنه. فالأصل في الإنسان المسلم أنه يقرأ كل شيء، يقرأ يعني بمعنى أنه لا يحجر نفسه في القراءة في جانب محدد. ليس المقصود بالقراءة هنا جانب أو مسار محدد، بل المطلوب هو تعميم القراءة على كل المسارات وعلى كل التخصصات. نقطتان سبق وأن ذكرتهما عطفا عليهما أريد أن أبني عليهما، يعني عندما تكون القراءة حاجة كما سميتها، وعندما تكون وهو الأهم أمرا إلزاميا وجوبيا من الله سبحانه وتعالى للعرب ومن ورائهم المسلمين بالقراءة، غياب هذه الحاجة وغياب هذا الأمر يترتب عليه لا شك نقص. ما في ما هذا؟ ما طبيعة هذا النقص؟ ما الأثار المترتبة على غياب ثقافة القراءة عند العرب؟ نحن نرى أننا في غياب القراءة نعيش حالة من التردي الفكري، ونعيش حالة من التردي والهزيمة الفكرية والهزيمة النفسية والهزيمة الاجتماعية والهزيمة السياسية والهزيمة العسكرية. أنا أريد أن أؤكد لك أخطر أنواع الهزيمة على الإطلاق هي هزيمة الوعي وهزيمة الأفكار. الهزيمة العسكرية هي نتاج لهذه الهزائم. ما العلاقة بين القراءة والوعي هنا؟ ما العلاقة الوعي هو جزء أساسي من تشكيل الوعي، القراءة جزء أساسي، مرتكز أساسي لتشكيل الوعي العام ولبناء العقل الجمعي هو القراءة. القراءة هون بدي أقول القراءة بنوعيها، إذا كانت قراءة مشوهة فإن الوعي يأتي مشوها، وإذا كانت القراءة منهجية رصينة متينة فإن الوعي يأتي وفق بناء منهجي رصين متين. ألا ينبغي أن يعني هنا ربما يقول لك أن الوعي يترتب عليه القراءة وليس العكس؟ لو وجد الوعي المسألة جدلية، إنه أيهما أسبق من الآخر، إنه في عندنا وعي، الوعي هو الذي يدفع إلى القراءة ولا القراءة التي تشكل الوعي؟ أنا أريد أن أقول بأنه هذا بدفعنا إلى تحليل المشهد بشيء من البانورامية، صورة بانورامية. أنا في عندي طبقتين في المجتمع وهذه موجودة في كل المجتمعات. في عندي طبقة أساسية اللي هي طبقة النخبة، والتي كانت تسمى في الجاهلية السراء،
والتي قال فيها الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، اللي هم هذه الطبقة، طبقة النخبة، اللي هم الطبقة أهل الفكر وأهل الوعي. وهذه الطبقة يعني موجودة، وهي موجودة في كل المجتمعات، وتكلم عنها غرامشي وغيرهم في وسماها المثقف العضوي. نعم. هذه طبقة النخبة في النهاية هي الطبقة الواعية، وهذه الطبقة هي طبقة يتشكل، يعني هي طبقة واعية وعندها تشكل للوعي من خلال القراءة، تمام؟ والآن هذه الطبقة هي المسؤولة عن نشر الوعي في المجتمع بأهمية القراءة، فإذا قرأ المجتمع ازداد وعيه أكثر. يعني هذه الطبقة مطلوب منها أن تدعو المجتمع أو أن ترسخ في المجتمع وعيا بأهمية القراءة، فإذا قرأ المجتمع تشكل عنده الوعي العام في القضايا. طيب أنا مهتم بمعرفة الربط الذي أوجدته في حديثك بين الهزيمة العسكرية والهزيمة النفسية وبين القراءة، لو توضح لنا بشيء من الاختصار هذه الجزئية. شيء طبيعي جدا، كل التغييرات العسكرية على مستوى الأمة سبقتها تغييرات فكرية، سبقتها تغييرات فكرية حقيقية. أنا بدي أعطيك نموذج واحد، هذا النموذج هو نموذج احتلال بيت المقدس. القدس تم احتلالها على أيدي الاحتلال، على أيدي الفرنجة والذين سماهم الغرب الاحتلال الصليبي أو الصليبيين، وهذه على الهامش كلمة الصليبيين هي مصطلح غربي، المؤرخون العرب كانوا يسمونهم الفرنجة في كتب التاريخ. هذا يعني فيه رد على الذين يقولون بأنه نحن نسعى إلى الحروب الدينية، هذا يدل من هو الذي يسعى إلى الحروب الدينية. احتلال الصليبي جاء احتل البيت المقدس، بقي محتل بيت المقدس 92 سنة لم يتم تحرير بيت المقدس. في 27 رجب سنة 583 هجرية على يد صلاح الدين الأيوبي، إلا بعد مرحلة واسعة من التغيير الفكري، بدأ عملية التغيير الفكري هذه الشهيد نور الدين محمود، ثم بعد ذلك وصل إلى صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي بدأ عملية تغيير فكري حقيقية، بنى المدارس على سفوح قاسيون، بدأ يرسل العلماء إلى مصر ليغير الواقع فكريا قبل تغييره عسكريا. تحدث عن النخب هنا، أنا أتحدث عن دور القراءة في الهزيمة النفسية والعسكرية. ما أنا جايك الآن، المجتمع في عمومه في ذلك الوقت كان يعيش حالة من الجاهلية المذهبية. كيف؟ الذي يدخل دمشق ويدخل إلى الجامع الأموي يرى في القبلة أربع محاريب. هذه المحاريب متى وجدت؟ في ذلك الزمن، لأنه دائما أزمنة الهزيمة وأزمنة الانحطاط بتولد حالة من التردي الفكري. أربع محاريب، تخيل، كانت إذا أقيمت الصلاة أقيمت أربع صلوات، الشافعية هنا، الحنفية هنا، المالكية هنا، الحنابلة هنا، صلى كل قوم لوحدهم ولم يكن يصلي أحد وراء الآخر، وكانوا يقتتلون من أجل مسألة بسيطة، وتسيل الدماء، لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا. جاء صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي كان معه ثلة من هؤلاء النخب العلماء، القاضي الفاضل، كان آل قدامة الذين جاءوا من هاجروا من فلسطين، من جماعين في فلسطين وجاءوا إلى دمشق وسكنوا في منطقة وكانوا معروفين بالصلاح، وسميت المنطقة باسمهم اللي هي منطقة الصالحية في دمشق، وكانوا حنابلة المذهب، وابن قدامة هناك ألف كتابه المغني. هؤلاء صلاح الدين الأيوبي جعل هؤلاء العلماء والدعاة ينتشرون بين الناس، فينشرون فكرا نيرا ووعيا بإزالة هذه المذهبية، ينشرون وعيا بضرورة التعلم، فكانوا يذهبون إلى المدارس. تحول المجتمع كله بنسبة عالية منه إلى مجتمع متعلم مثقف مستنير. لذلك لما دخل صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس في خطبة الشهيرة في جنوده، ماذا قال لهم؟ قال لهم عبارة من أهم ما يرسخ هذا المعنى، قال لهم: لا تظنوا أنني حررت المسجد الأقصى بسيوفكم، إنما حررته بقلم القاضي الفاضل.
وهذا فيه إشارة إلى موضوع المعرفة التي هي مرتبطة أو ربما تكون متشكلة على أساس القراءة. تحدثت قبل قليل وأرجو الاختصار أستاذ محمد عن موضوع القراءة المنهجية وأثرها في تشكيل الوعي المنهجي الصحيح. لو تحدثنا عن القراءة المنهجية والفارق بينها وبين القراءة المسطحة أو العادية. تمام. القراءة المنهجية هنا نأتي إلى تعريف ابن خلدون للعالم. ابن خلدون له تعريف مهم جدا يقول فيه: العالم هو الذي يعرف كل شيء عن شيء ويعرف شيئا عن كل شيء، فهو يفرق بين نوعين من القراءة ونوعين من التلقي. فيقول بأنه في عندنا احنا قراءة تخصصية او البناء التخصصي، وفي عندنا البناء الثقافي. البناء التخصصي الذي عبر عنه بقوله هو الذي يعرف كل شيء عن شيء، هو متخصص في جانب معين فهو يعرف كل شيء عن هذا التخصص. بالمقابل لا يكون العالم عالما إلا إذا نال من الثقافة أبوابها. شو أبوابها؟ قال: ويعرف شيئا عن كل شيء، لابد أن يكون مطلعا على مداخل العلوم الأخرى. وهذا الذي أقصد به القراءة المنهجية. اليوم الشباب الذين يدرسون تخصصا معينا يجب أن يكون عندهم اطلاع على أبواب العلوم الأخرى ومداخلها. والقراءة المنهجية هي القراءة التي تكون وفق خطة واضحة ولا تكون يعني حالة انتقائية فقط. مثل والآن سأقول مثل ماذا؟ الآن القراءة المشوهة على سبيل المثال مثل القراءة التلقي العشوائي كما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي. بعض الشباب بظن أنه هو إذا قرأ في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر وصار قارئا. هذه الوسائل تعطيك اطلاعا، تعطيك صورة، ولكنها لا تبنيك ثقافيا. ضحالة فيها. ولا تبنيك أبدا، تعطيك مزق لا تبنيك ثقافيا. البناء الثقافي أنه أنا أجلس فأنا أقول بأنه أنا في بناء التخصصي، أنا تخصصي في المجال الفلاني، علي أن أقرأ كل شهر كتابا في هذا التخصص. بالمقابل لابد أن يكون عندي كل شهر، أنا عندي 12 شهر في السنة، لابد أن أجلس وأقول أنا في عندي 12 شهر لابد أن أقرأ في العلم الفلاني، مدخل مثلا إلى علم السياسة، مدخل إلى علم الاجتماع، الاقتصاد. مدخل إلى علم الاقتصاد، مدخل إلى علم التاريخ، لابد أن أقرأ في الأدب كذا، ولابد أن أقرأ في الفن كذا. يكون عندي تنويع ولكن كله وفق كتب منهجية متينة ورصينة، كلما أنهيتها انتقلت إلى غيرها أيضا بطريقة فيها منهجية، أبني نفسي وفق حالة منهجية. أنا أنهيت المدخل في علم من العلوم، أنتقل إلى شيء آخر، أقرأ مثلا آخر الإصدارات بطريقة تحليلية. هذه قراءة منهجية. أما القراءة الممزقة العشوائية التي لا روح لها ولا هدف لها ولا مسار لها، هذه لا تبني مثقفا ولا تبني مفكرا. أريد أن أدلف معك من هذا الموضوع إلى موضوع الحاصل الآن في الأمة العربية، في الدول العربية. هناك ظاهرة التعصب، التعصب للحزبي أو للجماعة أو للعشيرة أو للرفاق أو أي شيء، يعني مبدأ التعصب حاضر كثيرا بين العرب. هل لهذا الأمر علاقة بالطبعية أو بالجبلية العربية؟ لا لا لا, لا هذا كما قلت قبل لنفس قليل في المخزون المعرفي. هذا هو الجاهلية. المفهوم الجاهلية، الجاهلية مصطلح قرآني، والجاهلية ليست آتية من الجهل بالمناسبة. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ليس معناها الجهل بمعنى عدم العلم، وإنما من الجهالة بمعنى العصبية. والعصبية هذه تتنوع أشكالها. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الجاهلية، أرجو المعذرة أستاذ محمد فقط يعني حتى لا يدرك أن الوقت، هذه الجاهلية تتحدث عنها يعني والعصبية المنتشرة بين العرب، أريد أن أربطها وجوبا أم سلبا بالعلاقة بين القراءة وبينها. تمام. الجاهلية في القبلية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بعدها جاءت الجاهلية المذهبية في زمن الاحتلال الصليبي. اليوم احنا في عندنا ما يمكن ان نسميها الجاهلية الحزبية بمعنى التعصب للأحزاب. النبي عليه الصلاة والسلام هدم الجاهلية ولم هدم القبلية ولم يهدم القبيلة، وصلاح الدين الأيوبي هدم الحزبية ولم يهدم هدم المذهبية ولم يهدم المذهب. احنا مطلوب منا ان نهدم الحزبية وأن نهدم الحزبية، التعصب للجماعة دون أن نهدم هذه الجماعات. هل الإنسان القارئ لكن أقل تعصب؟ أيوة، هنا أريد أن أقول أن القارئ المنفتح على الآخر هو الأقل تعصبا. تكمن العصبية عند الجماعات والأحزاب والمدارس والتيارات
في أن يصب الإنسان قراءته في إطار واحد فيما يتعلق بجماعته فقط. ألا يمكن أن يكون فينغلق؟ ألا يمكن أن يكون الإنسان منفتحا عقليا من دون قراءة؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون قارئا حتى يبطل العصبية. دائما هي الفكرة وين؟ في التعامل مع الآخرين. نعم. عليك أن تتبع أسلوب يا أخي اسمع مني ولا تسمع عني. دائما أنا عندما أسمع عن الآخرين أقرأ عنهم ما يكتب في النقد فقط، فعندئذ أتقوقع على نفسي، ولكن عندما أقرأ كتبهم أطلع على أفكارهم أقترب منهم أكثر يزول هذه العصبية. وهذا مهم جدا أيضا في التعامل مع التراث والمترجمات. اليوم إحنا في عندنا قسم من الناس عنده تعصب أعمى للتراث، حالة من التقديس للتراث، فهو يرفض أن يقرأ أي كتابا مترجما، خلص أنا برجع إلى كتب التراث فقط. وفي قسم آخر نبذ التراث ورأى بأنه يجب أن يتم محوه ولا يقرأ إلا الكتب المترجمة لأنهم الأكثر وعيا، بينما الوسط في ذلك الإنسان الواعي هو الذي يعتقد أن التراث جزء من الهوية الحضارية للأمة يجب التعامل معه بعقل، فأعود إليه قراءة وبناء ثم أنفتح على كل المترجمات. فشوف دائما الذي يقرأ كتب الآخرين أكثر انفتاحا وأقل عصبية، والذي يقرأ والذي عنده لغة غير لغته أكثر انفتاحا وأقل عصبية. لذلك لأنهم قالوا اللغة عقل آخر، أنا لما أمتلك لغة فأنفتح على ثقافة أهل هذه اللغة، أنفتح على كتبهم بشكل أكبر، تخف جذوة العصبية عندي والموقف منهم. فلذلك القراءة هي الدواء الأنجع، ولكن القراءة المنفتحة على الآخر وليست القراءة المتقوقعة. إذن العصبية أو الجهالة هي متوقفة وجودا أو عدما على مدى المعرفة عند على مدى المعرفة. هذه المعرفة متأتية بالضرورة بجزء كبير منها بالقراءة طبعا. طيب الآن معدلات القراءة في دول العالم، كثيرة من دول العالم حتى غير المتقدمة، مرتفعة. أتحدث عن الفلبين، أتحدث عن تايلاند، ثم في الدول المتقدمة مثل إنجلترا وألمانيا وفرنسا وبطبيعة الحال أمريكا، حتى دول أوروبا الشرقية معدلات قراءة مرتفعة وحتى إنتاج معرفي للكتب. وسط هذا العالم الذي يموج بالقراء ويموج بالمعرفة، إلى أي مدى يمكن للعرب وهم في حالتهم هذه أن يصلوا في النهاية إلى الانعزال أو الغربة عن هذا العالم بسبب من عدم القراءة؟ الشيء طبيعي جدا. الإنسان الذي يتقوقع على نفسه، الذي لا ينفتح على الآخر، الذي لا يمد جسورا، فإنه يعيش حالة من الغربة. لذلك نرى بأنه حركة الترجمة من أهم ما فعلته حركة الترجمة على مدار القرون الماضية وفي هذا الزمن، أنها مدت الجسور مع الآخر، أنها جعلتنا نطلع على الآخرين وجعلت الآخرين يطلعون علينا. وهون أنا بدي أقول بأنه أنا أريد أن أسأل، كم هو حجم الكتب المترجمة إلى العربية اليوم، وكم هو حجم الكتب المترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى؟ هذا بعطينا حجم ما تأثيرهم بنا وحجم تأثيرنا بهم، لنعلم أننا الأقل تأثيرا في الآخرين، الأقل تأثيرا، وبأنهم أكثر تأثيرا بنا أضعاف مضاعفة من تأثيرنا بهم. لذلك المطلوب اليوم من كل النخب العربية، كل الشباب النخب، الشباب القارئ، أن يرسخ في المجتمع، أن يرسخ في الجيل فكرة أو أهمية الحاجة إلى القراءة بوصفها نهجا يوميا وصفة ملازمة للإنسان، لا قيمة للإنسان إلا بها، سواء كانت كتابا مقروءا، كتابا مسموعا، كتابا مرئيا. الأصل أن لا ينفك المرء عن القراءة، وأن يعلم بأنه كلما تأخر في القراءة لحظة كلما تأخر عن ركب الحضارة شهرا. طيب نحن في سياق الحديث عن العرب، العرب موسومون بالعاطفة، بفيض العاطفة من بين جنباتهم إذا صح القول. هل العرب في ضوء هذه السمات والخصائص هم بحاجة أكثر إلى القراءة، أم بحاجة إلى مسألة أخرى تتعلق بتنمية ملكة التفكير النقدي، بمعنى إخضاع كل الشعارات التي تطرح عليهم والأفكار والآراء التي تطرح عليهم وتستقطبهم وراء فكرة عاطفية،
بحاجة إلى تفكير النقدي، إخضاعها إلى ميزان العقل والتحليل الموضوعي والنقدي أكثر مما هم بحاجة إلى تنمية حس القراءة. لا يمكن أن يمارس الإنسان حالة من التفكير الناقد أو التحليل النقدي إذا لم يكن قارئا حقيقيا. وأنا هنا أريد أن أقول بأنه التحليل أو التفكير الناقد أو التحليل النقدي يأتي في مرحلة أخيرة بعد استكمال عملية القراءة. فالأصل أن أرسخ في الإنسان حاجة إلى القراءة، أن أرسخ عنده عادة القراءة. بعد عادة القراءة والإفادة، ليش؟ لأنه أنا إذا رسخت عملية التفكير الناقد دون أن أرسخ عملية القراءة، فمعنى ذلك أنني أقول لهؤلاء الشباب انبذوا كل شيء وارفضوا كل شيء قبل أن تقرأوه، لأنه بصير هو يتعامل معه بمنطق الرفض وبمنطق النقد قبل الاطلاع عليه. لكن بعد أن تطلع وبعد أن تحلل وبعد أن تأخذ، التفكير الناقد لا يقوم فقط على الرفض، يقوم على الفرز، عملية الفرز، أنه يقوم بفرز الصواب ويقوم بفرز الخطأ. وهذا الذي قلناه قبل قليل، أن الله عز وجل قال الذين يستمعون القول، يعني يسمعون كل شيء، يقرؤون كل شيء، فيتبعون أحسنه، يقومون بالتحليل، يقومون بالفرز اللي هو عملية التفكير الناقد، فيأخذون السمين ويدعون الغث، ويأخذون ما ينفع الناس ويطرحون الزبد ليكون جفاء. طيب، في عملية القراءة الأمم الآن تتسابق للنهوض ولتشكيل حضاراتها وللسيادة بين الأمم، أي دور يمكن أن تؤديه القراءة فيما في سياق نهضة الأمم والشعوب وخصوصا في الحالة العربية؟ لا، يجب أن يكون عندنا يقين أنه لا يمكن أن تتحقق نهضة إلا بالقراءة، لا يمكن. وبالمناسبة اعتقادنا بأن النهضة يمكن أن تتحقق بتكنولوجيا وحدها غير صحيح. النهضة يمكن أن تتحقق بتحصيل بالاستيراد أيضا غير صحيح. لذلك من لطيف ما قيل في تفسير قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أحد العلماء عموم المفسرين قالوا بأنه الإعجاز البلاغي في الآية في كلمة قوة، أنها جاءت نكرة، أي أعدوا لهم قوة عظيمة كقوتهم. أحد العلماء قال لا، الإعجاز الأكبر في هذه الآية هو في قوله تعالى وأعدوا، أعدوا يعني لتكن قوتكم من إعدادكم لا من استيرادكم. لا يمكن أن تكون قوتنا من إعدادنا إلا بمقدار قدرتنا على القراءة والتعامل مع الكتاب. فإذا كان الكتاب غريبا عنا، فمعنى ذلك ستكون قوتنا من استيرادنا، والقوة القادمة من الاستيراد قوة موهومة لا وزن لها ولا قيمة لها. إذن القراءة هي بيضة القضبان في نهضة هذه الأمة وتغير حال العرب. أشكرك شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد خير موسى الكاتب والباحث، كل الشكر لكم، في حراسة الله وتوفيقه.